خطابات الكراهية، وهو ما يعبر عن أن مثل هذه يعني السياسات الإعلامية التي يعني لا تلتزم بأدنى المعايير الإنسانية، وهي توظف معاناة الأطفال توظيفا سياسيا وفقط من أجل تحقيق أهداف أمنية وسياسية معينة. ولذلك تورطت يعني هنالك مساحة أخرى من الانتهاكات. صحيح هنالك اليوم أزمة شاملة على الواقع اليمني فيما يتعرض له الأطفال اليمنيين، في التعليم، في المستشفيات التي هدمت، في مسألة الجوع، الأمراض وغيرها. ولكن إضافة إلى ذلك تلجأ هذه الوسائل الإعلامية إلى توظيف هذه المعاناة إلى مادة للتندر والسخرية. طبعا ضمن هذا السياق لابد من أن ندين ما تعرض له الإعلامي علي الشرقوبي بالأمس، حيث تعرض للإصابة بسبب قصف قوات التحالف وهو يمارس عمله الإعلامي في مديرية باقم الحدودية. طبعا أحد الأمور المهمة قبل أن أختصر بشكل سريع هذه الكلمة، هو من الضروري أن يعرف الرأي العام سواء اليمني أو العربي أن هنالك أصوات حقوقية عربية وخليجية ترفض هذه الحرب غير المشروعة، وترفض جرائم الحرب التي ترتكب اليوم في اليمن، حتى لو حاولت وسائل الإعلام أن تظهر حقيقة أخرى. أنا على سبيل المثال أتحدث بلسان عربي وبنبرة خليجية، وأدين مشاركة البحرين في هذه الحرب، وهي بالمناسبة مشاركة مخالفة حتى للقانون الوطني المحلي وأيضا للقانون الدولي. وإن قبل أيام كان هنالك توصية من قبل خبراء الأمم المتحدة بمساءلة العناصر الأمنية التي تورطت بانتهاكات في اليمن، ولكن السلطة لجأت إلى إطلاق تصريحات إعلامية تكريمية وزيارة من قبل الملك للقوات العسكرية لتهنئتهم على هذه المخالفات والتجاوزات. أدت القيود التي فرضتها قوات التحالف بقيادة السعودية على الواردات إلى تفاقم الحالة الإنسانية بشكل حاد، حيث قام التحالف وبصورة متكررة في منع دخول عدد من السفن التجارية والإغاثية، وتعمد تأخير وتحويل ناقلات الوقود، وإغلاق الموانئ الهامة، ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية تحديدا إلى ميناء الحديدة، كما أدى إلى عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. وشكلت حالات التأخير الناتج عن نظام التفتيش الحالي لموانئ البحر الأحمر أيضا حواجز إضافية ومخاطر تجارية للشاحنين والمستوردين الذين يزودون اليمن بالإمدادات الغذائية. وبحسب المراقبين فإن التحالف الذي تقوده السعودية يستخدم كما يبدو فرض حظر دخول الأسلحة الذي أقرته الأمم المتحدة على اليمن كغطاء من أجل إبطاء وعرقلة وصول السفن التجارية وسفن المساعدات الإنسانية إلى اليمن من خلال القيام بعمليات تفتيش متكررة تؤدي إلى تأخير السفن، مثل ما حدث في مارس آذار 120 ساعة و74 ساعة في أبريل نيسان. بل استمر التحالف الذي تقوده السعودية بتفتيش السفن حتى بعد أن يتم تفتيشها من قبل لجنة التفتيش التابعة للأمم المتحدة، في استغلال واضح للاتفاق الخاص بالأمم المتحدة. وكما ذكر تقرير الأمنستي فإن التحالف الذي تقوده السعودية يمارس عمليات تفتيش مفرطة على المساعدات التي تصل ميناء الحديدة، وتلك العمليات تضعف الملايين ممن يعانون اليوم من يعني أسوأ أزمة إنسانية على صعيد الغذاء والصحة وغير ذلك. وكما وصف أن هذه العوائق تتمثل في التأخير الذي يفرض على عمال الإغاثة قبل عمليات التوزيع والنقل من المستودعات وغيرها. جانب آخر من المعاناة التي يعاني منها اليوم الأطفال اليمنيون على سبيل المثال هو انتهاك الحق في التعليم. نتحدث عن 4500
مليون طفل يمني